الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى فلينفر، كلها واحد، لينتثر، لينستنثر، لينفر. فيه مسائل. الأولى: في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه. الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب الشافعي ومالك عدم ومذهب الشافعي ومالك الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. الثالثة المعروف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فهذا الحديث ذكر فيه الشارح أولا أن الرواية المشهورة لم يذكر فيها لفظ الماء، ومعلوم أن الاستنشاق أو الذي يجعل في الأنف إنما هو الماء، فإما أن يكون الدليل على هذه اللفظة دلالة الكلام لأنه لا يكون الاستنشاق بغير الماء، وإما أن يكون الدليل وهو أظهر الروايات الأخرى الكثيرة التي صرح فيها بلفظ الماء. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه الأمر بالاستنشاق، وقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل، هذا واضح الدلالة أنه أمر، وهذا الأمر للوجوب، يعني الأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولذلك قال الشارح هنا: تمسك به من قال إن الاستنشاق واجب، وحق لهم أن يتمسكوا به، فإن لفظه دال على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على وجوب ذلك بقوله كما هنا، والروايات في هذا كثيرة، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح خرجه أبو داود والترمذي وجماعة. وقوله هنا بالغ في الاستنشاق أمر بالاستنشاق وأمر بالمبالغة، وهنا أمر بالاستنشاق، وهذا كله ظاهر في أنه يدل على الوجوب. ذكر أن مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمهما الله تعالى أن الاستنشاق ليس بواجب بل هو مندوب إليه، وهذا مصير منهما إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا توضأت إذا توضأ أحدكم فليجعل، إذا توضأ أحدكم فليجعل، أن هذا أمر
وهذا الأمر صرف يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، فصرف إلى الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، ففهموا من قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي توضأ كما أمرك الله أنه توضؤ على نحو ما جاء في آية الوضوء، فحصروا أمر الله جل وعلا بما جاء في آية الوضوء، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية هي آية الوضوء، وهي التي ذكرت فيها فرائض الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله ليس فيها ذكر الاستنشاق، والقائلون بالوجوب يجيبون عن هذا بأجوبة، منها أولا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أن مسمى الوجه عند العرب يطلق أن مسمى الوجه عند العرب ما تحصل به المواجهة، ومعلوم أن ظاهر الفم وظاهر الأنف تحصل بهما المواجهة، فإذا رأى الراعي وجه آخر رأى ما ظهر من أنفه مما هو باب الأنف باب المنخرين، ورأى كذلك ما يظهر من فمه إذا تكلم، وهذا حصلت به المواجهة فدخل في مسمى الوجه في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدخل إذن في وجوب الغسل. والجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله أنه خطاب للأعرابي وخطاب لغيره أيضا بأن يتوضأ كما أمر الله جل وعلا، ومن المعلوم أن الله جل وعلا أمر بطاعة رسوله وبالائتساء برسوله، فقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الأقوال الأول وفي الأعمال الثاني أو فيهما معا الأول والثاني، وهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت أحدا فإنه إنما يتوضأ كما أمره الله بما جاء في آية الوضوء وبما ثبت الأمر به في السنة، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله جل وعلا، فقوله توضأ كما أمرك الله يدخل في ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله به، وذلك لما دل عليه حديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم قال في آخره ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وهذا مخرج ثاني. والصحيح أن الاستنشاق واجب كما دل عليه هذا الحديث، وهو واجب دلت عليه أيضا آية الوضوء، لأنه داخل، لأن ما ظهر من المنخرين داخل في مسمى الوجه، فغسله واجب بدلالة الآية، والاستنشاق وهو صفة أبلغ من الغسل واجب بالسنة. يبقى الوضوء، يبقى المضمضة وهي قرينة الاستنشاق، وأيضا فيها خلاف معروف، والخلاف في الاستنشاق أقل من الخلاف في المضمضة، فمن أهل العلم من يوجب الاستنشاق ولا يوجب
المضمضة، وذلك لأنها لم تأتي في حديث صرح فيه بلفظ المضمضة أو الأمر بالمضمضة، وإنما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كثير من أهل العلم المضمضة سنة، حتى ممن قال إن الاستنشاق واجب منهم من قال إن المضمضة سنة، لأنها إنما ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة الفعل تتقاصر عن الوجوب. وهذا فيه نظر من جهتين: الأول أن المضمضة هي غسل إدخال الماء للفم وغسل ما ظهر من الفم، وقد تكون ثم مبالغة فيها بإدارة الماء في الفم، وما ظهر من الفم داخل في مسمى الوجه كما ذكرت آنفا في الاستنشاق. فإذا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه الأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة. وجه الاستدلال الثاني أن قوله فاغسلوا وجوهكم فيه الأمر بغسل الوجه، ولو فرض أن هذا الأمر فيه إجمال فبيانه جاء في السنة، ومن المتقرر عند علماء الأصول أن بيان المأمور به إذا وقع بالفعل كان الفعل واجبا. فإذا أتى الأمر في القرآن بشيء فيه نوع إجمال وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإن الفعل بيان للأمر الذي جاء في القرآن مجملا، فيكون مأمورا به. وهذه القاعدة قد استدل بها المحققون في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فأمر بالذكر في أيام معدودات وهي أيام منى، فالذكر مجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهو رمي الجمار والبيتوتة في منى. فلهذا أخذ أهل العلم من هذا الأمر أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الأمر أنه يكون واجبا، وهذا ظاهر الدلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يترك المضمضة في وضوئه عليه الصلاة والسلام، ووضوءه وقع امتثالا لأمر الله جل وعلا بقوله فاغسلوا وجوهكم، وما وقع بيانا للأمر على جهة الامتثال يكون بمنزلة الأصل. وهذا دليل ثان ووجه استدلال ثاني. الوجه الثالث في المضمضة أن أبا داود رحمه الله روى في سننه من حديث لقيط بن صبرة الذي ذكرته لكم آنفا في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض، وهذا فيه أمر بالمضمضة. هذه الرواية حسنها الذهبي وغيره، وفي ذلك بحث، لأنهم تمسكوا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وهم يجعلون قوله كما أمرك الله هذا خوطب به الأعرابي محال إلى ما يعلمه من الآية لا إلى ما يعلمه من السنة، وهم يقيدون قوله
كما أمرك الله بما جاء في آية الوضوء. ويظهر لي في هذا الموضع وهو محل بحث، لكن يظهر لي أن ثم فرقا بين قوله توضأ كما أمرك الله وبين قوله لو قال توضأ بما أمرك الله، فإن ثم فرقا. توضأ كما أمرك الله يعني به الصفة، توضأ كما أمرك الله يعني به الصفة، هذه ليست مقيدة بآية الوضوء. أما قوله توضأ لو قال توضأ بما أمرك الله يعني بالأعضاء المذكورة، وهذا ذكرته هنا من جهة البحث لا من جهة التقرير. الثالثة، المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا، والصحيح هو الأول لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير. هذا بحث لغوي، وأنه أمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاستنشاق ثم أن ينثر، فليستنشق ثم لينتثر، أو ثم لينثر، أو ثم ليستنثر، وهذه كلها متقاربة، يعني ثلاث ألفاظ هذه، وفيها الجمع بين الاستنشاق والانتثار أو الاستنثار. ومحصل هذا البحث أن حقيقة الاستنشاق في اللغة غير الانتثار، صحيح أن النثرة طرف الأنف، لكنه يطلق الانتثار على إخراج الماء والاستنشاق على دخوله. ومما يؤيد هذا الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في هذا الحديث، فقال فليستنشق ثم ينتثر، ولا شك أنه يدل ذلك على أن حقيقة الاستنشاق غير حقيقة الانتثار. إذا تقرر هذا فما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق فسر بأنه جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف، والمبالغة فيه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لقيطا وغيره بقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق بإيصال الماء إلى آخر الخيشوم، آخر ممر الأنف. وإذا ثم فرق بين الاستنشاق بمجرده وبين المبالغة فيه. ونخرج من هذا إلى بحث متصل بهذا في أعضاء الوضوء، وهو أن المبالغة تطلق في المضمضة والاستنشاق، وفي غيرهما يقال الإسباغ. فالمضمضة يقال بالغ في المضمضة، المبالغة في المضمضة، الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق. أما غيرها، غير هذين، فيقال الإسباغ، أسبغ الوضوء، كما جاء في بعض طرق حديث لقيط وغيره. فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، وأمر بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء في مقام المبالغة في الاستنشاق. فما هو المبالغة؟ فما هي المبالغة في المضمضة؟ المضمضة كما قلنا إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الفم ثم إخراجه منه. أما المبالغة فهي إدارة الماء في جميع نواحي الفم. وهنا قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في الاستنشاق واستثنى حالة الصوم، فلما لم يذكر ذلك في المضمضة؟ بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمبالغة على هذا النحو في المضمضة لم يستثنى منها الصيام ولم تذكر المضمضة. أجيب بأن الاستنشاق إذا بولغ فيه للصائم فإنه لا يتحكم
في دخول الماء إلى الحلق. أما المضمضة وهي إدارة الماء في جميع الفم فإنه يتحكم في ذلك في غالب الناس. أما الإسباغ، إسباغ الوضوء، فهو متصل بهذا، وهو أن إسباغ الوضوء أن يتوضأ ويتتبع الماء لإيصاله إلى كل جزء من العضو ودلك العضو، فهذا يقع عليه اسم الإسباغ. إذن اسم الإسباغ بتعميم الماء على جميع العضو وتتبع البواطن أو المغابن إذا كان ثم. ثالثا أن يكون مع ذلك دلك للعضو، فهذا هو الإسباغ. فإذا المضمضة واجبة والمبالغة فيها مستحب، الاستنشاق واجب والمبالغة في الاستنشاق مستحب، والوضوء واجب، وإسباغ الوضوء على هذا النحو الذي فسرت مستحب. من أهل العلم من فسر إسباغ الوضوء بأنه تعميم العضو بالماء، فإذا فسر الإسباغ بذلك كان الإسباغ واجبا. نعم، مثل الاستنشاق الإسباغ، يعني لا دليل خاص في المبالغة في المضمضة، لكن مثل الاستنشاق لأنها أبلغ، يعني يصير مضمضة ما بالغ فيه، يعني إذا دخل الماء ولم يدره في الفم وأخرجه هذا يسمى مضمضة، أو بلع أو ابتلع يسمى مضمضة، ولو مجزئ ولو إذا أدار في جميع الجهات فهذا مبالغة في المضمضة. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة، وإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران: أحدهما إزالة العين، والثاني استيفاء ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث فيؤخذ من حديث آخر. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، أولا فيه شرط وفيه جواب للشرط. من هذه؟ هذه أداة شرط. من استجمر فعليه أن يوتر، وينبني فهم الوتر هنا على فهم معنى الاستجمار. الاستجمار استفعال من الجمار، يعني طلب للجمار، والجمار جمع جمرة وهي واحدة الحصى الصغار، و هذا معروف، رمي الجمار يعني في مكة في أيام منى ظاهر المعنى. فإذا من استجمر يعني من استعمل الجمار في إزالة الخارج من السبيل، في قطع النجو وهو العذرة، فإنه مخاطب بالأمر بالإيتار: من استجمر فليوتر. هنا فقوله فليوتر هذا أمر، لكنه غير مقيد بعدد، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم المتقدمين والحنفية بإجمال على أن الواجب واحدة، لأن الواجب أن يستعمل حصاة واحدة، وأخذوا من هذا من استجمر فليوتر أنه يستخدم واحدة. أجمعوا على أنه إذا لم ينقطع الخارج بواحدة فإن عليه أن يستخدم، عليه أن يستجمر بأكثر حتى ينقطع، لأن المقصود من الاستجمار إزالة الخارج، إزالة النجاسة. فإذا حصل بواحدة عند أبي حنيفة فإنه
يجزيه، وعند غيره كما سيأتي لا يجزي إلا ثلاث، وعند الجميع أنه إن انقطع الخارج، إذا انقطع الخارج بثلاث فأكثر فإن ذلك يجزى، وإن انقطع الخارج بواحدة فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذا اتضح هذا فوجهه فاستدلاله بقوله فليوتر، وهذا لم يتحدث فيه عدد، لهذا قال لك الشارح هنا إن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يشترط إزالة العين وأن تكون إزالتها بثلاثة أحجار، وذلك لأنه دل على اشتراط الثلاثة أحاديث أخرى، قال هنا وأما اشتراط الثلاثة فيطلب من حديث آخر، وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، فمنها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه حين قال له جماعة من المشركين إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، يستهزئون به أو يستعجبون أو يستنكرون، فقال نعم فقد أمرنا بذكر أشياء وأمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار، وفي رواية ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا ظاهر الدلالة كما ترى، وأيضا دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن المنذر الأوسط وجماعة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار، وقصة ابن مسعود التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب له ثلاثة أحجار أيضا دليل في المسألة وغير ذلك. المقصود أن ثم أدلة تفسر معنى الوتر هنا في قوله من استجمر فليوتر، وهو ثلاثة أحجار، يعني أن أقل الوتر ها هنا ثلاثة لقوله نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو بما جاء في حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار، وكلها دالة على اشتراط ثلاثة أحجار، وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى. فإذا الأحاديث التي فيها ذكر الثلاثة هي قاضية على ذلك. إذا لم تكفي الثلاثة فإن المستجمر لا بد أن يقطع، يجب عليه أن يقطع استنجاءه، يعني قطعه للنجو بالحجارة أو استجماره، أن يقطعه على وتر. فإذا لم تكفي الثلاثة يستعمل خمس، إذا لم تكفي الخمس يستعمل سبع، وهكذا، ولا يجوز له أن يقطع حتى يزول الخارج. وما ضابط إزالة الخارج؟ معلوم أن الاستنجاء الاستجمار لا يزيل الخارج كإزالة الماء له، لأن الاستجمار استعمال الجمار استعمال الحصى لا يزيل إلا الأجسام التي يمكن أن يأخذها الحجر، فإذا لا يشترط في الاستجمار إزالة كل الخارج بيقين، وإنما ضبطوه بأنه إزالة ما لان من الخارج أم حتى تظهر يبوسة الجلد، إذا ظهرت يبوسة الجلد ولم يعد يخرج في الجمار شيء فذلك دليل الإجزاء. وسيأتينا في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم يعني في المستيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومن التعليلات أنهم كانوا يستجمرون وربما علق بأيديهم من العرق ما علق. ذكر هنا قول يعني لا يحسن
أن يذكر قولا وهو أن قولا من استجمر فليوتر، يعني من استعمل الطين. أن من استجمر فعليها أن يصلي وترا ينسب إلى ابن حزم، وهو مما قيل إن ابن حزم يقول به، لكني تتبعت ما أظن أنه فيه من كتابه المحلى فلم أجد شيئا من ذلك، وإنما فهم من قوله فليوتر يعني أن يقطعها على وتر، فلا أدري من أين أتت تلك الشائعة. لا، ظاهر الحديث يدل على وجوب القطع على وتر، ظاهر الحديث وجوب القطع على وتر، لكن مذهب الحنابلة مذهب جماعة كثيرون من أهل العلم أن الثلاث يفسر بها الوتر هنا المأمور به، وما زاد عليها فإنما يجب ما يقطع عين النجاسة، فإذا كان ما زاد على الثلاث على وتر فذلك مستحب عندهم، لكن ظاهر الحديث أنه من استجمر فليوتر، يعني فليكن قطعه لذلك وترا. وربما قيل إن هذا لأن أقل الوتر عندهم ثلاث، وأن ذلك هو الشاعر، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الواحد وتر، والله جل وعلا وتر يحب الوتر. الخامسة كم بقي على كل خمسة؟ زين، بقي كثير على إلى التاسع. عشرة نكمله وناخذ المصطلح. نكمل ولا مستحيل؟ الخامسة ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه. وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل. وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب. واستدل على ذلك بوجهين، أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب، وفيه احتراز عن مسألة الصيد. هذه المسألة هي من قام من نومه، فماذا يجب عليه قبل الوضوء؟ في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ثبت هذا في الصحيحين، كان يتناوله تناولا فيغسل يديه قبل الوضوء ثلاثة إذا قام من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذا الأمر فيه بحث من جهات، الأولى النوم هنا، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، والنوم هنا لم يقيد بنوم ليل أو نوم نهار،
بل قال من نومه، وبه أخذ بعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله، فأوجب ذلك من كل نوم سواء نوم ليل أو نوم نهار، لأنه قال هنا من نومه. وقال الإمام أحمد وجماعة إن الأمر هنا متعلق بنوم الليل، وذلك لأنه قال في آخره فإنه لا يدري أين باتت يده، ولفظ بات إنما يطلق على ما وقع في الليل، أما ما وقع في النهار فيقال فيه ظل، ظل للنهار وبات في الليل، كما جاء في الحديث فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، البيتوتة بمنى ليالي منى. البيتوتة هي المكث في الليل، المكث بالليل سواء كان قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل، المكث في الليل هذا يقال له بيتوتة. فقوله في آخر الحديث أين باتت يده، يعني أين مكثت يده ليلا، فلهذا قيد النوم بأنه نوم ليل، وهذا أصح المذاهب. وعلى هذا المذهب وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث بل أكثر أهل الحديث، على هذا فإن قوله هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل، هذا تعليل بما لا يعلم، تعليل بما لا يعلم، فرجع أن لا يكون تعليلا بمعنى معلوم، وإذا كان كذلك فلا يسوغ صرف الأمر الذي جاء فيه بعلة متوهمة، لأن العلة إنما تكون مستنبطة من الشارع، وهنا الشارع جعل العلة محتملة لم يحدد العلة، قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهل الشارع رعى معنى النجاسة، أو هل رعى معنى أن اليد ربما لابستها الشياطين، أو رعى معنى آخر؟ لا تحديد في ذلك، وإذا كان لا تحديد فإن المعنى يرجع إلى التعليل بما لا تعيين له، فإذا يبقى الأمر على ما هو عليه. والقول الثالث أن هذا يستحب، يستحب في نوم الليل والنهار، يستحب استحباب، ووجه الاستحباب عندهم أن الأمر هنا مصروف بصارف جاء في نفس الحديث، وهو قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، يقول إن قوله لا يدري أين باتت يده ذلك لأن العرب كانت تستعمل الجمار في إزالة النجو، إزالة الغائط الذي يخرج من الدبر، وإذا عرق أحدهم، إذا عرق أحدهم ربما صارت النجاسة سائلة، والنائم ربما جاءت يده إلى هذا الموضع فعلقتها النجاسة، فصار التعليل إذن باحتمال وقوع وجود النجاسة في اليد، والأصل أنه تستصحب الطهارة حتى تتيقن النجاسة، هذا الأصل الشرعي والقاعدة الشرعية. فقال لما كانت العلة أن اليد احتمال أن تكون علقت بها نجاسة، دل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأن الاحتمال هذا لا ينقل عن الأصل، وهو أن اليد قد تيقنت الطهارة فيها. فإذا الصارف عنده قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمعين للوجوب عند من قال بالوجوب هذا اللفظ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وجهة الترجيح أن تعيين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بأنه للالتباس بالنجاسة فقط، أن هذا من تحديد ما لا دليل عليه، تحديد المعنى بما لا دليل عليه، فما الدليل على أن المراد خشية النجاسة فقط؟
ولهذا هذا التعليل كما ذكرت لك عارفا يدل على إبقاء الأمر على ما هو عليه، والله أعلم بعلة ذلك، فإن العلة أو الأمر تعبدي. أي بحث، أقول البحث هذا مر معنا أظن في الزاد، لكن هذا بحث فقهي وهذا بحث حديث. في أحد الأخوان ذكر كلمة أنا أقولها اليوم لمن يحضر الحديث، سأقولها غدا إن شاء الله لمن يحضر الفقه، واللي يحضرهما مجتمعين يسمعهما معا، وهو أنه يقول كنا نظن درس الزاد سيكون فيه تفصيل للأقوال والأدلة والترجيح بينها، وهذه الطريقة هي الطريقة المطولة في شرح الفقه، هذه أولا لم تعهد من أهل العلم في شرح الفقه، أنه يشرح الفقه كما يشرح الحديث، هنا الآن نشرح الحديث بذكر الأقوال والأدلة والخلاف والترجيح والتعليل، ندخل مسائل الوصول إلى آخره، هذا يناسب الحديث. أما الفقه فلا يناسبه هذه الطريقة، وإلا لكان درس الفقه كان درس حديث، هذا أولا. وثانيا أن درسا واحدا في الأسبوع أو درسين في الأسبوع لا تمكن من هذا تطويل، فإننا لو طولنا لأصاب كثيرون، لأصاب الأكثر من الحاضرين ملل وربما يأس، لأن كيف هذا في كتاب الطهارة نجلس شهرين أو ثلاثة كل مسألة نورد فيها، يقول إذن العلم طويل جدا إذ لا يمكن أن ندركه، وهذا حصل فعلا في أناس من بعض الشباب اللي أقبلوا على العلم، قالوا إن ملينا في بعض الدروس اللي حضرنا، وذلك لأن جلسنا مثلا في كتاب الطهارة في كتاب المياه والآنية ثلاثة أشهر أربعة أشهر، وذلك للتوسع اللي حصل فيه. نعم التوسع مطلوب، لكن العلم إنما يكون به بالتدرج، فلكل فن طريقة في تعليمه، الحديث له طريقة، الفقه له طريقة، وليس كل موجود في الكتب يعطاه الطلاب، موجود في الكتب فيه الحمد لله الآن عندنا مئات المجلدات بل آلاف، يمكن أن يجمع فيها تحت المسألة بحث نستغرق فيه أشهر طويلة، لكن ليس هذا المقصود، المقصود من التعليم غير مسائل البحوث وتتبع الأقوال والأدلة والترجيح بينها ونحو ذلك، فإن تلك لم نعهد أن أهل العلم يتبعون تلك الطريقة. أيضا ثالثا أن طريقة التوسع لا تعطي الطالب ملكة في العلوم، طريقة التوسع تجعله يستقبل المعلومات الكثيرة بدون تأصيل وقاعدة، وهذا هو الذي نشكو منه في أكثر من يطلبون العلم، أن عندهم معلومات متنوعة كثيرة متعددة الأقوال متعددة الاتجاهات والمشارب، لكن ليس لديهم تأصيل ولا تقعيد في العلوم، فهو يدرس الفقه وليس في ذهنه حس الفقيه، ما صار في قلبه حس الفقيه كيف يتعامل مع المسائل. نعم ليس المطلوب منك في أول تعلمك وفي تعلمك للفقه والحديث أن تكون مجتهدا في الفقه مفتيا من أول الأمر ولا حتى في آخر الأمر، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية، وكذلك في الحديث ليس المقصود منها أن تصبح مرجحا، المقصود أن يكون عندك ملكة تفهم بها الاستنباطات الحديثية، ملكة تفهم بها المسائل الفقهية وتصوير المسائل وبناء المسائل في الأبواب، فإذا صار عندك الملكة في العلوم أصبحت تستطيع أن تشارك في كل علم بقوة وبفهم، ثم تتدرج تترقى مع مرور السنين حتى يقوى ذلك، كل بحسب ما يسره الله جل وعلا له. ونشكو أيضا من شيء ثالث، أنا ذكرت شيء نقول من شيء ثاني أو ثالث، ألا وهو الملل، وهذا ندركه في أول دائم كل سنة إذا بدأ الدروس، كثرة الطلاب، كثر الإخوان يحرصون ويتابع ويحفظ ويعلق ويراجع، ثم ما يلبث بعد شهرين أو ثلاثة كسل، وجادة العلم ليست بالقصيرة، والإمام أحمد يقول اطلبوا العلم بتلاميذه من المهدي
إلى اللحد. يعني لو استطعتم، يقول أهل الإمام أحمد لهم، لو استطعتم أن تطلبوا العلم من المهد فافعلوا، من حين شعرت بالوجوب طلب العلم عليك فاطلبه إلى اللحد، فهو ما ينتهي ما ينتهي. فالملل الذي يقع فيه من يقع هذا لا شك أنه يقصر بل يحرم العلم، والعلم لا بد فيه من مواصلة. الإمام أحمد أيضا قال لما قيل له: أيها الإمام، أنت في هذا السن وهذا الشأن الذي جعله الله لك، ولا زلت تصحب المحبرة والورق؟ يعني الآن أنت أرفع من ذلك، أنك تصحب المحبرة والورق وتقيد الفوائد ونحو ذلك. فقال الكلمة المشهورة التي تعزى إليه، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا لا شك، هذه همة طالب العلم. ما إلى الآن عندنا الآن كم، ثالث أسبوع أو رابع، أظن ثالث أسبوع يمكن في هذه الحلقات، وألاحظ أن ثم بعض من مل، وهذا لا ينبغي. المواصلة، يريد يطلب العلم يحزم على نفسه، يطلب العلم يحزم على نفسه. إذا كان يريد أن يصبح مجالسا يسمع بعض العلم يستفيد، والذي لم يسمعه يذهب عنه لا حرج، هذا أمر آخر. لكن يريد أن يكون طالب علم لا بد أن يكون ذا حزم وقوة على نفسه ومصابرة في التعلم. والعلم لا يأتيك مرة واحدة، لا تتوقع أنك إذا سمعت شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين أنك ستصبح عالما، لا. فالعالم ما يتميز أنه عالم في الغالب إلا فوق 50 من عمره، تبدأ المسائل تتحرر تتضح، وكل مسألة احترازاتها واللي فيه وكذا تتضح لها أكثر. وما قبل هذا السن فهو على طريق طلب العلم، ما قبل هذا السن على طريق الطلب. ولهذا كان علماؤنا الأولون حتى ولو بلغوا في العلم ما بلغوا يقولون عن أنفسهم إنهم طلاب علم، ليسوا بعلماء، وهذا لأنهم لا زالوا يطلبون العلم. هذه هي الهمة المرجوة. هذا تنبيه ينبغي أن تتواصوا بما دل عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. نعم، ما عاد بقى وقت، اقرأ نقرأ لو مسألة أخر. نعم، هو الحدث الأكبر أمر الله جل وعلا فيه بالاغتسال، ومعنى الاغتسال تعميم البدن بالغسل، وهذا يشمل كل أجزاء البدن، فما كان ظاهرا من البدن شمله ذلك. فالأنف والفم هذه كذلك على الصحيح يشملها مثل الوضوء. نعم، الاغتسال يختلف عن الوضوء في بعض الشرائط، أنه لا يشترط فيه بعض الأشياء التي تشترط في الوضوء، لكن الاستنشاق والمضمضة هذه واجبة، ويأتينا إن شاء الله في بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في أظن بعد حديثين أو ثلاثة.